ساقطع كلام حضرتك. هل عايزه تفهميني اللي الجيل القديم ده كله عنده حاله نفسيه ومش مبسوط في حياته ومش سعيد في حياته او ما عرفش يعيش حياته؟ لا الدكتوره النفسيه، انا مش بتكلم عن طب انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا هرد على السؤال ده. خلينا نقول ده ضرر. الجيل كله كده خلاص طلع هرد يعني طبيعي من ضوء اللي انا اسمعه. هي بتسال سؤال منطقي يعني، هي بتقول طب احنا كل امهاتنا ويعني وسيدات يعني مش هو كده. اولا هل جالهم حالات نفسيه؟ حصل. واذا كانت حصل حاله في ما بيأثرش شيء. ثانيه واحده. واذا كانت حاله في المية يا حبيبي، طب لما حصل طب ليه واحده في المية اتألمت وتعذبت العذاب ده كله ليه؟ واحده من المية. اوكي وده غير واقع. فانا بقول حاجه ثانيه، حاجه ثانيه، هل الجدات والامهات اللي انتوا بتتكلموا عنهم هي كانوا سعداء في حياتهم الخاصه مع ازواجهم؟ كنت تعرفي هل هي كانت مشبعه مبسوطه؟ ما تعرفيش. طيب انا عايز طبعا اوضح للناس ان الكلام ده كلام علمي وطبي يعني، اللي هو ان الختان بيفقد الزوجة مستقبلا فكرة السعادة في العلاقة الزوجية وفي الحياة الزوجية، فيؤدي الى خلافات بينها وبين الزوج بالاضافة للمشاكل النفسية والعصبية. لا هو حضرتك بتقولي مناهج، حضرتك بتقولي طب يعني احنا كل الستات كانت كده يعني كل امهاتنا لا مفيش طبعا، طول عمرنا شايفين امهاتنا وبابانا كانوا كويسين وعايشين عيشه كويسه وعيشه محترمه. لا ما يعني الشيء ده طالما البنت طالعه من جيل محترم وبيت محترم عمره ما يأثر عليها في شيء. ده الاساس. حضرتك بتقولي ده زي ده، طب انا عرضها ليه عمليه وعرضها لجراحه وعرضها للتعب ليه؟ بس صدقيني يعني طالما اللي بتقولي ده زي ده، انت حضرتك اللي قلتي كده غير اللي فات ده زي ده. لا انت علمي وربي وحطي قيم وحطي اخلاق. ايوه ما احنا بنقول كده اساس البيت اللي خارجه منه البنت طالما بيت محترم صدقيني. طب ليه التصميم على الختان بقى؟ التصميم طالما انك بترفعي شعار ان اللي بيحمي البنت ان انا اربيها كويس اخلاقها. ومن هنا طبعا ما هو لازم، ما احنا بنقول دلوقتي اللي حصل أستاذ زمان. استاذ ايمن اتفضل. ليه بتعمل ختان طالما انت وانا واثق انك هتربي بناتك كويس فده اللي بيحمي البنت؟ الدكتوره شاديه والدكتوره هاله بيقولوا طيب ليه بتحمي البنت بالختان؟ ليه عندك اعتقاد ان كل ما اعمل لها ختان ده هيحميها من اي مجهول قادم؟ يعني اولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاجه عليه الصلاه والسلام، بس احنا ما احنا قلنا انا عايز الجانب المجتمعي. ما هو الجانب المجتمعي الجانب المجتمعي لابد ان يكون على قيم ومبادئ يعني، لابد ان هو يكون في قيم ومبادئ ورجوع الى اللي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنمشي عليه. احنا حضرتك دلوقتي الدكتوره قالت ان الجزء ده 20% مش كده؟ قالت ال 20% الجانب الاحساسي اللي موجود فيه 20%، صح كده؟ اوكي تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم برضو قال في الخمر قياسا بقى، يعني نمسك قياسا على الخمر الرسول صلى الله عليه وسلم كثير فقليل حرام. الله 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 لا الحمد لله يعني. طيب خلاص حضرتك انت رديتي وقلت قليل حرام. يبقى اذا لا يا استاذه ثانيه حضرتك ما بتقوليش لا في دي. الرسول صلى الله عليه وسلم دي حاجه ودي حاجه. لا حضرتك دلوقتي انا بتكلم على ال 20% اللي انت قلتي عليها، ادي ديت انا رديت على حضرتك فيها. تاني حاجه حضرتك يا دكتوره، حضرتك دلوقتي قلتي بالنسبه للاخت اللي عند حضرتك اللي هي الثمان سنوات، مين قال لحضرتك ان كل البنات بيتختنوا عندهم 8 سنوات؟ القاعده الوحيده حضرتك ما تبتديش انك انت تجيبي قاعده وتعمميها. التعميم من اكثر الاشياء. طب انهي سن؟ ما انا بقول لحضرتك التعميم سن؟ التعميم من اكثر الاشياء اللي تبتدي ان هي التعميم من اكثر الاشياء اللي هي تفسد حاجات كتيره جدا. ما كانش في تعميم. ما أنا لا حضرتك انت عممت دلوقتي، قلت 8 سنوات والبنت حصل لها كذا والامراض النفسيه للمجتمع ومش امراض نفسيه للمجتمع. شايف حضرتك ايه السن المناسب؟ حضرتك 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 انا مش انا اللي حدد السن المناسب. يعني انت كأم في ام في البيت. استاذ ايمن انت كتجربه شخصيه اخترت اي سن لختان بناتك؟ يا استاذ وائل هناك ام، الام اللي موجوده إيه؟ الام موجوده بتبقى عارفه، هي الدكتوره عارفه كويس قوي ان هناك اجزاء الجزء لما يبتدي ان هو يصل لمرحله ما لابد ان ايه
ان يحدث القطع في ساعتها، مش كده يا دكتور؟ ده مش ماشي مع اي طبيب. لا 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 الدكتوره، لا الدكتوره قالت، عايز اقول لحضرتك حاجه، الدكتوره قالت انا في منطقه شعبيه في امبابه، تمام، انا نص العرايس جوني وخدوا بنج عشان يتجوزوا لان خايفين، تخيل يعني يجوا عشان ابنجهم كلي علشان اعمل هايمنكتومي، اللي حضرتك بتقول علشان الست بقت مرعوبه من هذا المكان. انا بكلمك وهم قدامي هم الناس وعارفين عشان نص عملوا عمليات ختان يعني، يعني بيبقوا مرعوبين من هذا المكان، كلهم نيجوا ياخدوا بينجو كل علشان حضرتك كده بتنقضي، وكمان لا بتنقضي وكمان اعمل ايه، وكمان اعمل ايه، بتنقضي اللي قالته الدكتور تمام، انت عارف قلت ليه كده حضرتك؟ ده كمان نفسيا اسيب لها حاجه بعد مثلا باكة عشان لما تقوم تعرف ان هي خلاص اتفتحت تسيب نفسها، لان بتبقى مرعوبه من لا هذا. انت كده حضرتك قلت حاجه نقضتي كل الكلام اللي قلتيه انت والدكتور. هاو هاو ازاي اقول لحضرتك ازاي الدكتوره بتقول ان وانت حضرتك قلت برضه نفس الوضع، ان الختان هو بيأثر على العمليه الجنسيه تماما وبيبتدي. لا انا ما قلتش كده حضرتك، قلت لا انا قلت بيأثر، انا لا انا ما قلتش الكلام ده خالص حضرتك، الدكتور اللي قال انا ماشي. قلت وانت حضرتك 20% وفي 80% حضرتك موجودين. انت رديتي، حضرتك انت رديتي وقلت كده، وقلت دلوقتي انك انت بتدي بنج للواحد ده لما تيجي تتجوز ماشي، ما انت بتديها بنج ازاي تتجوز تاخد بنج ازاي تديها بنج عشان تفتح الهايمن في ليله الدخل؟ ايوه عشان تفتح الهايمن. طب ازاي انك انت حاطط تديها بنج وهي ما تستمتعش؟ ازاي ان هي ما تستمتعش هو جوزها في ليله الدخل؟ انت كده بتخليها تستمتعش هو جوزها خايفه مش عايز طب انا هقول لك حاجه، ازاي خايفه وانت دلوقتي ازاي انك انت حاطط تاثري؟ طب اقول لك حاجه، تصدق واحده جات لي بعد شهرين، شهرين مش قادره تدخل، انت حاطط بتديها بنج، انت حاطط بتديها بنج وبتطالبي في نفس الوقت بان احنا ما نعملش طهاره للبنت او نبتدي ان احنا نعمل الموضوع ده. هي بتديها بنج علشان انا عارف، ما هو هي عندها الحادثه الاليمه بتاعه عمليه الختان بتدفعها الى ان فكره العلاقه الزوجيه عندها اصبحت مخيفه. طب جزء انا بيجيبوا لي الحاله مش محتاجه وحلوه وجميل. طب يا دكتوره اجرحيها بس كده على السنه يا ستي، مين قال لك السنه فيها الكلام ده؟ الحالات بص انت لو دخلت على النت، بص يا دكتور، بص يا استاذي الفاضل، لو دخلت على النت هتلاقي في حاجه اسمها ليبيكتومي. ليبيكتومي ان فعلا في حالات بتبقى متشوهه ودي نسبه بسيطه قوي بس بتظهر في السن الكبير، تمام، تكون هي قررت لنفسها ذلك، تمام، واخد بالك، ودي فعلا بتبقى شكلها مشوه، دي اللي تتعمل ودي بتبقى مش طهاره، دي عمليه تجميل. لكن انت تقول لي اجيب كل العيال الصغيرين ومفيش اي حاجه تقول لك خدي طهري؟ لا طبعا انا ما قلتش حضرتك كده، تجيب العيال الصغيرين انا بتكلم. طيب انا عشان بس ما عشان اخد انا بسلمهم حقهم، اخد عناوين في دي واحده استاذ ايمن بس لو سمحت. اتفضل. واحد، ايه اللي بيخليك على يقين ان الحفاظ على شرف البنت عفة البنت يقتضي الختان غير الاسباب الدينية؟ لانه هقول لك في المقابل، ما هو انت مش اكثر اسلاما من الازهر، ما هو انت مش اكثر اسلاما من دار الافتاء اللي قالوا عكس هذا الكلام وافتوا بحرمة الختان واهمية مواجهته كمان مش حرمته بس. خلينا بقى في الجانب التاني، ايه اللي بيخليك مجتمعيا على يقين ان اللي بيحمل بنت اخلاقيا هو الختان؟ لا طبعا اللي حضرتك دلوقتي تربية حضرتك أيه. حضرتك التربية ديت ده شيء اساسي، والقيم ده شيء اساسي، والقيم والمبادئ، حضرتك قلت القيم والمبادئ طبعا مش كده؟ طبعا. واحنا ماشيين في المجتمع بتاعنا على القيم والمبادئ اللي ما خدناها من اجدادنا. لا ده موروثات، دي لا 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 قيم ومبادئ يا استاذ مش موروثات.